نقدرش نحكي لك على بومر داس، نحكي لك انا اون جينيرال. انا قلت لك لعبت في عديد النوادي الجزائريه، بصح لا جروند كارير تاعتي كان الاولمبي شلاف. اكيد لعبت 16 سنه في اولمبي شلاف اكثر من 100 هدف، فزت مع كاع بالالقاب، لعبت مع كاع لي تورنوا كونتيننتال. مي حقي اليوم من هذا ما ديتوش من اولمبي شلاف. بسط لي اكثر مسعود، بسط لي كيف ما ديتش عندك حقات الماليه. انا 5 كون في شلاف ما خلصتش 5 سنين، 5 سنوات 2012 ل 2017 ما ديتش 1000 في شلاف. محمد يعني وش فينا احنا يا لي فوق انه على اساس المشكل تاعك تحل. في وقت الوزير خالدي كان كي تكلمت قالوا لك بلي خلاص راح يخلصوك، وحنا دينا الملف طويه. هل خلصوك على فوق ولا لا؟ لا لا ما خلصوليش. مور هذيك تاع خالدي صرات لي شغل وقت الحادثه، انا كي جيت عند الوزير خالدي اللي نشكره بالمناسبه استقبلني على الدبلوم تاعي باش يعطيني الدبلوم تروازيام ديغري او ميم طون المستحقات تاعي اللي كنت نسالها الاولمبي شلف. اتصل ب اللي كان انا ذاك رئيس لجنه المنازعات مسيو بن حموده، سقساه قال له الدوسي تاع محمد مسعود كيفاش؟ قال له سي تان دوسي كومبلي. قال له مالي سالني له لا ديستاسيون ديلي تاعو. حموده متر حموده. فوالا. انا رحت عند مدوار لا ليغ في الجور ميم، تصورت مع مدوار. خرجت في لي باج في لي ريزو سوسيو في الكيمو، خرجت بلي مدوار تفاهم معايا وصايي تفاهم لك فاش ندو المستحقات تاعي، ودارني مناجر في ليكيب ومنا. عاود اتصل بيا الوزير قال لي هاد الهضره صح؟ قلت له لا لا ماشي صح. قال لي بصح كيفاش انتيا كنت عندي نص ساعه من موراها تروح عند مدوار تما راك متفاهم معاه. من تما كينا شغل الدوسي تاعي في لاسيران ما على باليش كاع وين راه. لا ديستاسيون ديلي تاعي هنايا في على مستوى الوزاره ودروها لي حتى لهاد الخطره هاي وينها. عاود باش جبتها هذه هذه واش من الشهاده مسعود؟ شهاده تفضل باش نقراها. هذه نخبه. هذه نورمالمون تحصل بها على تروازيام دوغري. تروازيام دوغري. انا صحابي داوها في 2012 راه مدين الكاف ا. هذه سنه 4 ديسمبر 2022. هذا الاخر اللي ديتها، بس كل اخرى دفعتها مع الوزير خالدي ودروها لي ثاني. ودروها لك يعني؟ ايه كسر المشكل هذا. النهار الوزير اللي جا مع خالدي كما داروا باساسيون دو كونسين سبقا كي جيت هنايا قالوا لي لا لا، قالوا لي شغل كي داروا باساسيون دو كونسين ما كاش الوراق تاعك ما على باليش. الوراق تاعك برك بالعاميه ورسمه غير الوراق تاعك ما كاش. انا عندي 20 دوسي هنا في الوزاره. 20 دوسي؟ 20 دوسي ولا واحد ولا واحد بحقك. انا نتمنى هذا الوزير اللي راه نورمالمون هو كيما ثاني اتلت ديليت يعطيني غير لاتستاسيون ترافاي تاعي. هذه تروازيام ديغري تاعي ومن بعد سهل المستحقات تاعي مع شلف نقدر كي تكون تخدم تقدر تصبر على المستحقات. اكيد انا من 2018 خرجت من الميدان كور. طيب محمد عندك في لاسيرا قلت حموده اسكو لاسيرا طروشات وعطاتك ديسيزيون بلي تسال شلف 4 مليار و800 قلت لي سي صار عندي 4 مليار و800 نورمالمون اسكو كي كنت نروح شغل في المومو هذاك صرا لي واحد البروبليم تاع وليدي اللي عليه جالوه هدرت انايا. قلت لك كي استقبلني الوزير هضر معاه من بعد اسكو شكون اللي عنده علاقه باش الدوسي تاعي ندس من ثم ما زدت شربت لاسيرال في لاسيرال.